أما بعد عباد الله، اتقوا الله فإن تقواه عليها المعول، وعليكم بما كان عليه سلف الأمة والصدر الأول، واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وخول. وقصروا الأمل واستعدوا لبغتة الأجل، فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والليل والنهار يتعاقبان لا يفتران، ومطيتان تقربان كل بعيد، وتبليان كل جديد، وتجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. والسعيد لا يركن إلى الخدع ولا يغتر بالطمع، فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله، هذا عامكم قد تصرمت أيامه، وقوضت خيامه، وغابت شمسه واضمحل هلاله، إيذانا بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وأن ما بعدها دار إلا الجنة أو النار. فاحذروا الدنيا ومكائدها، فكم غرت من مخلد فيها، وصرعت من مكب عليها. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عباد الله، ذهب عامكم شاهدا لكم أو عليكم، فاحتقبوا زادا كافيا، وأعدوا جوابا شافيا، واستكثروا في أعماركم من الحسنات، وتداركوا ما مضى من الهفوات، وبادروا فرصة الأوقات قبل أن ينادي بكم منادي الشتات، ويفجأكم هادم اللذات. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا ويقول له: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فما بعد الدنيا من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أخرجه الحاكم. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ويا من أقعده الحرمان، يا من أركسه العصيان، كم ضيعت من أعوام وقضيتها في اللهو والمنام، كم أغلقت بابا على قبيح، كم أعرضت عن قول نصيح، كم صلاة تركتها ونظرة أصبتها، وحقوق أضعتها، ومناهي أتيتها، وشرور نشرتها. أنسيت ساعة الاحتضار حين يثقل منك اللسان، وترتخي اليدان، وتشخص العينان، ويبكي عليك الأهل والجيران؟ أنسيت ما يحصل للمحتضر حال نزع روحه، حين يشتد كربه ويظهر أنينه،
ويتغير لونه ويعرق جبينه وتضرب شماله ويمينه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أكرم على الله من رسوله، إذ كان صفيه وخليله، حين حضرته الوفاة كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. رواه البخاري. عباد الله، أين من عاشرناه كثيرا وألفنا، أين من عاشرناه كثيرا وألفنا، أين من ملنا إليه بالوداد وناصفنا، كم أغمضنا من أحبابنا جفنا، كم أغمضنا من أحبابنا جفنا، كم عزيز دفناه وانصرفنا، كم قريب أرجعناه في النحر وما وقفنا، فهل رحم الموت منا مريضا، هل رحم الموت منا مريضا لضعف حاله وأوصاله. هل رحم الموت منا مريضا لضعف حاله وأوصاله، هل ترك كاتبا لأجله، هل ترك كاتبا لأجل أطفاله، هل أمهل ذا عيالا من أجل عياله، أين من كانوا معنا في الأعوام الماضية، أتاهم هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات، فأخلى منهم المجالس والمساجد، تراهم في بطون الألحاد صرعا لا يجدون لما هم فيه دفعا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ينتظرون يوما فيه إلى ربها تدعى، والفرائس ترعد من هول ذلك اليوم، والعيون تذرف دمعا، والقلوب تتقطع من الحساب صدعا، فيا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو في نوم الغفلة والسنة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا وهاب، قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك، لأي يوم أخرت توبتك، ولأي عام اتخرت أوبتك، إلى عام قابل وحول حائل، فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار، فبادر التوبة واحذر التسوير، وأصلح من قلبك ما فسد، وكن من أجلك على رصد، وتعاهد عمرك بتحصيل العدد، وسر من المجنون فرارك من الأسد، فقد أزف الرحيل وقرب التحويل، والعمر أمانة، والعمر أمانة سيسأل عنه المرء يوم القيامة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أيها المسلمون، أين الحشرات على فوات أمس؟ أين العبرات على مقاسات الرمل؟ أين الاستعداد ليوم تدنو فيه منكم الشمس؟ فتوبوا إلى ربكم قبل أن يشتمل الهدم على البناء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون.
أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله